السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ، الله يطول لي عمرك. وفرحانة باش اتصلت بك وشد لي الخط. الحمد لله الحمد لله. بارك الله فيك، الله يطول عمرك. الله يطول حتى عمرك والله يزيد في ايامك، والله لا يخطيك علينا. واستفدنا منك شحال، كنتصنت لك الجمعه وتنتصنت لك بالليل. بارك والحمد لله ملي شد لي الخط. الحمد لله. كي داير مع الصحيحه؟ الحمد رب نشكره لله. اللهم لك الحمد. بغيتك تدعي معايا عيانة شويه. لا اله الا الله. مريضه بالكبده. الله اكبر. هو عندي الغده الطرقيه فاتحه عليها، داير عمليه. لا اله الا الله. والحمد لله. وعندي مشاكل كثيرة، وتدعي لي مع ولدي، عنده شي مشاكل مع مرته كثيرة، بغي تفرقه. الله يحفظ يا ربي يا كريم. الحمد لله والشكر لله. لا إله إلا الله. وبغيتك تدعي معايا وتدعي لي مع وليداتي. يا ربي يا ربي يا كريم. وتشافيني أنا يا ربي، وتشافي جميع المسلمين المسلمات. يا رحمن يا رحيم يا رب. والله يطول عمرك، والله يحفظك حتى من المصايب ومن ولاد الحرام. يا ربي يا كريم. والله بعد ذلك الشر كم بعده على اللهم امين. شكرا لك لله. لا اله الا الله. اختنا من اقليم الجديده يبدو انها في وضعيه لا تحسد عليها، مرض ومشاكل عائليه، ومع ذلك فهي صلبه وقويه بايمانها. ليس سهلا ان يكون الانسان عنده مرض الكبد. وما ادراك ما مرض الكبد؟ مع العلم أن الكبد هي لبوات نواغ لكل إنسان. الجهاز البشري أول من يشتغل فيه ويخزن المعلومات هي الكبد. تخزن المشاعر والأحاسيس والأحداث المفرحة والمقرفة. حتى كان العرب يقولون وكبده وكبده، لأن مقر المشاعر هي في الكبد. وإذا مرض الإنسان بالكبد يتغير لونه ويميل الى الاصفرار، ثم يصاب بالدبول والنحول ودائما سخفان. عاد زد عليها مرض الغده الطرقيه، الانسان دائما يتنفس بصعوبه ويتكلم بصعوبه اكبر. لا اله الا الله. وفي هذا السن لكي كل انسان قوته بدات في التناقص، لانه بعد الأربعين الانسان يبدا في التناقص. فاذا وصل الخمسين يرى ذلك بأم عينيه جليا في المرآة، والتجاعيد على البشرة، والشيب على مفرق الشعر، وضعف البصر، وغير ذلك. في هذه المرحلة لكي يكون فيها الإنسان ضعيف ونحيل. وإذا دخل الستين زاد نحوله ودبوله وهشت عظامه، خصو يرتاح. عاد كيلقى الأولاد كبروا وكبروا معهم المشاكل. عاد الولد بغي يطلق مع مراته، وعاد البنت بغات تطلق مع زوجها. عاد غيرجعوا لهم الاولاد مطلقين والبنات مطلقات باطفالهم. عاد غيبدا يربي من جديد. عاد غيبقى يدخل المدرسه. عاد غادي يبقى يسول الاحكام القانونيه والحقوق والواجبات. يعني المساله صعبه للغايه. لالا هاني، هذه حال الدنيا. الدنيا خلقها الله عز وجل هكذا، وقال فيها جل جلاله ولم يخفي علينا حقيقتها، قال لنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا هو ماذا نفعل. سنعمل على قدر ما أوتينا من قوة على تغيير واقعنا. لابد، ربنا أعطانا عقل وأعطانا إرادة وأعطانا إحساس وأعطانا منطق تفكير. نعمل على كل ما أوتينا من قوة على تغيير الواقع إلى الأحسن. لكن أحيانا نجد بأن الواقع أقوى منا، ونجد بأن قوتنا بدأت إلى التناقص. ماذا نفعل؟ نصبر وبشر الصابرين.
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كان بعض الصلحاء يقول لك يكفينا شرفا من هذه المصائب والأمراض والنكبات والمشاكل، يكفينا شرفا أننا نصبر ونكتب عند الله من الصابرين، لأن الصابرين هم أحباب الله، الله مع الصابرين والله يحب الصابرين. يكفينا شرفا أن نكون من هذا المقام، مع أن المترفين في الدار الآخرة هم الصابرون، الأكثر عطاء وإكراما في الآخرة هم الصابرون والصابرات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأن هاني صبري وكافحي وقاومي المرض، نقاومه ونعالجه ونتحداه، لأن هناك قاعدة في المرض، المرض إذا خفت منه فإنه يلتهمك، وإذا تحديته ولم تخف منه فإنه يضعف. هذه قاعدة قررها علماء الإسلام أيام زمان، كانت مع ابن سينا الطبيب الإسلامي الحاذق، وصارت قاعدة مقررة عند أطباء اليوم في القرن 21، أن المرض هو ليس مسألة مادية، أيضا المرض له إحساس وله روح وله كيان وله منطق وله عقل. فإذا كنت تخاف من المرض فإنه يتقوى ويتجبر ويسيطر عليك، أما إذا كنت تتحداه فإنه يتراجع وتصيبه الخشية ثم يذهب لحاله. فأسأل الله تعالى أن يقويك للهني ويمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية. وأسأل الله تعالى أن هاد الأولاد والبنات الله يطفي الغضب في قلوبهم، اللهم انزع من قلوبهم حظ الشيطان. راه اللي شتي جوج بغي يطلقوا، اعلم بأن الأسباب كثيرة ومتعددة، لكن السبب الرئيسي هو دخول إبليس وجنوده. أسباب الطلاق كثيرة، إما قد تكون أسباب مادية، إما أسباب عائلية، إما أسباب متعلقة بالشرف، ولكن كل هذه الأسباب لها سبب واحد أصيل وقوي، وهو إعاز إبليس وجنوده. واحد الجوج كيستهدفهم إبليس وكيبقى يحفر عليهم حتى كيوصلهم الباب المسدود. لهذا أحسن طريقة لكي نتخلص من هذا الفكرة ديال الطلاق هي أن الإنسان مهما كان المشكل مع زوجته أو الزوجة مع زوجها، مهما كان المشكل، كان حسابات مادية، كان صراعات عائلية، كان قيل وقال، كان مشكل شرف أو غير ذلك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دوما وأبدا، دوما وأبدا. إبليس لما يسمعها كأنك ترجمه، كالحجاج لما يرمون الجمرات في الحوض الأكبر والمتوسط والأصغر في مدن، هكذا لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يفر، وإذا قلتها بالصيغة المغلظة فإنه يحترق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته، إنه يرجم حتى يحترق. أسأل الله تعالى أن يهدي القلوب، أسأل الله تعالى أن ينقي النفوس، وأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.